بص يا جماعة، من شوية كنت عمالة بتشيك المسجز اللي بتبعتلي على انستجرام، لقيت موضوع كده لفت انتباهي. بنات كتير قوي قوي او ناس كتير قوي بعتولي يقولولي ازاي ننسى حد سابنا، او ازاي اتحرر من تعلقي بشخص جرحني ومشي بعد عني فجأة من غير اي سابق انذار، وانا بتعذب مش قادره اعيش حياتي. مسجز كتيره قوي قوي بعتت لي كده. يعني انا بقى كراشه عندي كومنت، اتمنى ان الفيديو يكون سريع عشان كل الناس بتشتكي من ان انا يا جماعه بتكلم كتير قوي. انا بتكلم طليقه اللسان، بحاول اختصر. انا بشوف ده ردا على كل المسجز اللي جات لي، ان لو حد قرر ان هو يمشي ويسيبني، هو ما يستاهلش ان انا اضيع وقت من عمري وحياتي وانا زعلانه ومتاثره وحاسه ان انا حياتي واقفه عليه او ان في حاجه ماسنج. بالعكس، I need to understand، او لازم افهم ان هو اللي هيفتقدني، هو اللي خسر، يعني مش انا اللي خسرت. اي حد سابني او بعد عني هو اللي هيجي في يوم من الايام يندم. كل واحد فينا كده لازم يسيستم، او يعني يمانج عقله الباطن او subconscious mind بتاعه، ان اللي مشي هيجي تاني، بس هيجي يلاقيني اقوى، هيجي يلاقيني اكثر صلابة، هيجي يلاقيني ما وقفتش، ما عطلتش، كملت. بجد بتضايق قوي لما الاقي طاقة سلبية. مفيش حد يبقى عنده طاقة سلبية، بالعكس احنا لازم يبقى عندنا power وعندنا قوة كده، ان الشخص اللي مشي ده في يوم من الايام يتمنى ان هو يعرفنا تاني، يحس ان هو لازم نحس بقيمتنا. عشان الشخص اللي مشي ده يحس بقيمتنا، لازم احنا شخصيا نعرف استحقاقنا لنفسنا، نعرف ان احنا نستحق الافضل. هو مشي عشان هو مش نصيبنا، اكيد كل حاجة في الدنيا بتحصل ليها سبب. يمكن ربنا شايل لنا حاجة افضل، او اكيد ربنا شايل لنا حاجة افضل، او حاجة هتخلينا اسعد. الشخص اللي مشي ده ما يستحقش ان احنا نزعل عليه، عشان هو قرر ان هو مش محتاج لنا. يبقى احنا ليه هنحتاجه؟ ليه نوقف حياتنا علشان شخص هو خد قراره خلاص ومشي؟ انا افضل موقفه حياتي كلها وحاسه ان في فكروا كده قبل ما تحسوا ان الدنيا راحت وخلاص ما عادش فيه امل. لا، ان ممكن يكون اللي جاي احلى، ممكن تكون دي فرصه ربنا بيديها لك عشان تشوف ايه الاخطاء اللي انت عملتها، عشان تستعد لعلاقه سويه، لعلاقه معتدله، لعلاقه متوازنه. يمكن انت هو لما مشي يبقى اكيد كان في حاجه ماسنج، كان في حاجه ناقصه. فلازم يا جماعه ما توقفوش حياتكو على الماضي، ما توقفوش حياتكو على اشخاص هما لا يستحقوا يكونوا موجودين في حياتكو، لان هما لو كانوا يستحقوا كانت مسكوا بيكو. حطوا دايما في بالكو ان الشخص اللي رحل ده رحل لهدف. دور على الهدف، دور على lesson learned او الدرس المستفاد. كل علاقة هتدخل حياتكو او كل شخص هيدخل ويخرج في حياتكو دايما هيبقى سايب علامة. اتعلموا من العلامة دي، ما تخليهاش تمر مرور الكرام، خلوها كده، خلوها حلقة في ودنكو، عشان لما يجي الشخص المناسب اللي هو meant to you او the perfect one تبقوا انتو في كامل الاستعدادات. زي ما واحد يكون بيقدم كل شويه في وظيفه ويترفض ويزعل ويقول ايه ده، انا ليه بترفض مع ان انا بيرفكت. سبحان الله، يمكن دايما بيكتشف ان الوظيفه المثاليه جت بعد كده، وان هو لو كان اخذ الوظيفه اللي هو زعل عليها دي ما كانش هيوصل للخطوه الثانيه. انا حصلت لي في حياتي كتير جدا، يعني انا كان في حياتي حاجات زعلت عليها جدا، او هكلم على وظيفه. انا كان في وظيفه انا فضلت 3 شهور بقول ليه، انا كنت احسن كانديديت فيهم، ليه ما خدونيش؟ وعايزه اقول لكم ان انا بعديها اتعينت في حاجه تانية، اللي هو مفيش فرق مقارنه في الليفلز، يعني ليفل وحش مثلا وليفل 1. واكيد لو كنت رحت الوظيفه الاولانيه اللي انا عيطت عليها كتير جدا جدا، ما كنتش هقدم في الوظيفه التانية. يمكن شخص ده سابك علشان انت هترتبط بحد احسن منه. ما تزعلوش، ما تبعتوش ليش مسجات تحبطني ارجوكوا، وسبيشال البنات، يمكن الرجاله اقوى بكتير جدا من البنات، خليكوا اقوياء كده. ودايما لما حد يسيبكوا اتعلموا حاجه، ان انتوا لازم تخلوه او ما تحطوش في دماغكوا، بس في يوم من الايام هو يندم ويبقى حاسس ان هو فقد حاجه كبيره جدا، ان انتوا اكيد تستحقوا.